عروض فنية متنوعة يقدمها بفاس أطفال يعانون من اضطراب التوحد، حفل بهيج نظمته جمعية مرآة للأطفال التوحديين بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة فاس مكناس، تخليداً لليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد الذي يصادف 2 أبريل من كل سنة. الهدف والغاية من هذه الشراكة هذه هو تجويد وتنويع العرض الخدمات اللي كنقدموه لهذه الفئة، من أجل أنها يعني نحاول ما أمكن تدمج في المجتمع وفي النسيج المجتمعي، وكذلك أن نحاول ما أمكن ترافعوا من أجل يعني تمكين ديالهم من كافة الحقوق ديالهم اللي كيضمنها لهم الدستور. تحت شعار نحو عالم دامج للجميع، أبدع الأطفال في أداء عروض فنية ولوحات تعبيرية ووصلات موسيقية متنوعة. الحدث تميز بمعرض للمنتجات اليدوية أبدعتها أنامل الأطفال المشاركين. لابد من الاهتمام الكبير جدا، خصوصا أنها هؤلاء الأطفال لهم من الاهتمام الخاص سواء من طرف الجمعية أو طرف التعاون الوطني، خصوصا من ناحية التكوين فيما يخص رفيق، باعتبار التعاون الوطني كينظم واحد الأيام التكوينية لفائدة الأمهات ولفائدة المربيين والمربيات والعاملين في هذا المجال. الاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب التوحد هذه السنة يأتي تحت شعار الانتقال من البقاء إلى الازدهار، وجهات نظر إقليمية من حياة وتجارب الأشخاص المصابين بالتوحد.